اي شخص حابب يشاركنا برايه يا ريت تزورنا على صفحتنا على الفيسبوك ام بي سي ان اويك. بكل الاحوال حنروح للاردن هلا. وضع خليج العقبه في الأردن على خارطة الغوص العالمية وتسليط الضوء على جماله وعمقه وشفافية مياهه، هذا ما سعى إليه فريق الغطس 166.6 الذي عرف بهذا الاسم وجاء ليحطم ذات الرقم الجديد هذه المرة. كاميرا ام بي سي تابعت الفريق خطوة بخطوة وغطست معه في أعماق خليج العقبة، وعادت لنا مع الزميل عماد العضايلة بهذا التقرير المليء بالمتعة والمحفوف بالمياه من كل صوب. الزميل عماد العضايلة من أعماق خليج العقبة، نتابع. مئة وستة وستون فاصلة ستة رقم اسم وعمق مسافة، كلها واحد عند هذا الفريق الذي سمي بهذه الأرقام. فمئة وستة وستون فاصلة ستة على موعد مع مجازفة قد تكسر ذات الرقم غوصا في أعماق خليج العقبة. موسوعة جينيس وكاميرا الام بي سي تنتظر تحطيم الرقم القياسي الجديد في هذا البحر، والمية بتكذب الغطاس. ولكن ولكي يكذب الغطاسون الماء هذه المرة، بدأ فريق 166.6 بتجهيز العدة والعتاد، الأكسجين وبدلات الغطس والروح المعنوية العالية، روح تنفست صعداء المنافسة، فما زال هناك احتمال بمن سيكون الغالب ومن المغلوب، إما الماء وإما هؤلاء الراغبون بالغطس في الأعماق. وكما هي الجبال تلمس السماء في خليج العقبة بارتفاع، تجلت رغبة الغطاسين بعكس هذا الارتفاع انخفاضا في عمق الخليج نفسه لتحطيم الرقم القياسي الجديد فيه، رحلة سياحية عنوانها المغامرة في الأعماق. لقد سارت الأمور كما خططنا لها منذ أسبوع، فقد كانت غطسة رائعة حققنا بها رقما قياسيا جديدا في هذا الخليج، حيث وصلنا إلى عمق يقارب 170 مترا شاهدنا به واد عميق بغاية الجمال، إلا أن كل ذلك لا يضاهي روعة الشعب المرجانية المنتشرة في المكان. 166.6 هي الرقم المحطم القياسي مشان في العقبة لتشجيع رياضة الغطس في منطقة خليج العقبة اللي هو من أفضل الخلجان العالمية في رياضة الغطس والبيئة المرجانية والهدوء النسبي في المياه ودافئ المياه الدافئة. فريق عالمي أردني هدف لوضع خليج العقبة على خارطة الغطس العالمية، وها هو أحد الغطاسين بعد 3 ساعات ونصف كسر فيها رقم 166.6. جاء وما زالت مياه الأعماق عليه تذكره بما لن ينساه في عمق الخليج. أظن أن ذلك كان رائعا، حيث المياه صافية ونظيفة جعلت من الغطس سهلا وممتعا برفقة الحياة البحرية والأسماك. خليج العقبة من أهم الخلجان في مناطق العالم اللي يمتاز بثروته المرجانية وأسماكه الجميلة جدا اللي هي أصلا عنصر جذب للسياحة، لكن هنا إحنا عم نتحدث عن سياحة عميقة وسياحة مغامرة لمناطق ليست مرتادة بشكل طبيعي من قبل غواصين بشكل عام. رقم قياسي جديد تم تحطيمه في هذا الخليج الذي ربما سيشهد بعد متعة الفريق هذا في الغوص تحديا جديدا لفريق آخر معه. ستبدأ مقولة الميت كذب الغطاس، والغطاس لربما كما هنا سيكذب الماء برقم غوص قياسي جديد. لبرنامج ام بي سي في اسبوع عماد العضايلة، خليج العقبة.